اهلا بكم سمو وزاره وولي العهد ومشعل الاحمد والمبارك والنائب الاول الاداره العامه للاطفاء للتهنئه برمضان الامير لمنتسبي الاطفاء إخلاصكم وتضحياتكم محل تقدير الجميع، حرص الإدارة على تطوير منظومة العمل وتدريب منتسبيها يمكنهم من سرعة الاستجابة للحرائق، سموه أكد خلال زيارته مبنى نواف أحمد أن الأمن وتطبيق القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات، الأمير لمنتسبي الداخلية: أمن الوطن يستوجب التفاني والإخلاص. آثار ميكونو يهدد سلطنة عمان وطوارئ في دبي والسعودية تحول إلى الدرجة الأولى وأغرق سفنا وخلف عشرات المفقودين وأحال سقطرى اليمنيه لمنطقة منكوبة. <applause> شيخ قصر الشويخ استقبل المهنئين شيوخا ونوابا ووزراء ودبلوماسيين الجار الله ناصر المحمد أعطى بسخاء للكويت والكويتيين. استقبل وزير الإعلام السابق الشيخ حمد جابر علي في قصره بالشامية المهنئين بشهر رمضان الكريم وتقدم المهنئين عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء والشخصيات العامة ومن بينهم العميد رئيس التحرير أحمد الجار الله. محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا استقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان عام المحافظة ومن بين المهنئين العميد رئيس التحرير أحمد الجار الله للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة .com.